تحب تعيش مع مراتك الجميلة اللي اخترتها في حياة سعيدة مع أولادك وشغل ومرتب كويس، ولا سنجل ومقضيها تخرج وقت ما تحب تقابل اللي تحبه بدون التزامات ولا أي مشاكل؟ يلا بينا تبدأ قصتنا مع ديفيد، محامي في شركة كبيرة، متجوز ومخلف. حياته عبارة عن مسؤوليات ملهاش أول من آخر، وزي ما شايفين كده بيصحى في نص الليل علشان يغير لبنته اللي بترميه بالبودرة في وش، وده ابنه بيتر اللي مشغول بتكسير دماغه في عمدان السرير، عليه طاردة ولا إيه؟ بيصحى الصبح يروح شغله، واللي بيكلمه مديره يعدل الكرافتة، واضح كده إنه مهتم برأي أي حد فيه. بيدخل مكتبه يكلم ميتش صاحبه من أيام الطفولة، ممثل صغير ومقضيها كل يوم مع واحدة وعايش حياته على الآخر، واللي بيطلب منه إنهم لازم يتقابلوا بالليل لأنه بقاله زمن كبير ما شافوش. بيعدي ميتش على ديفيد بالليل ويقعد يلعب مع أولاده وبنته الكبيرة سارة، ويسأله هي العيال دي لا بتمشي ولا بتتكلم، هما إيه حكايته بالظبط؟ يا ابني دول لسه أطفال يا غبي. وبياخدوا ويخرجوا مع بعض. بعد ما بيخلصوا الماتش يفضل يحكي له ميتش عن البنات اللي بيقابلهم كل يوم، وديفيد يقول له أنا بحسدك يا أخي، عايش حر طليق كل يوم، حياتك في حتة شك، ولا هموم ولا مسؤولية ولا الحياة اللي تأثر العمر دي. لكن ميتش بيرد عليه بالعكس، انت اللي عندك بيت وزوجة واطفال جمال وفلوس كتير من شغلك، كل حاجة عندك مترتبة في حياتك، ولما بترجع بتلاقي حد يعبرك ويهتم بيك. لكن ديفيد بيقوله يا اخي حرام عليك، انا اللي بتمنى اعيش حياة الحرية بدون اي التزامات زيك. بقولك ايه، انا عايز اعمل حمام وانا كمان. بيروحوا الاتنين يعملوها عند نافورة وسط الشارع، وفجأة الانوار بتطفي حواليهم وترجع تاني، وكل واحد يروح على بيته بسلام. بيصحى ميتش في جسم ديفيد من النوم، يلاقي نفسه في شقة ديفيد، يروح يسأل مرات صاحبه فين ديفيد، يبص في المراية يلاقي ديفيد في وشه، يا نهار اسود. على الناحية التانية ديفيد يصحى في جسم ميتش، واللي يكون رايح علشان يفتح له، وهو بيتكعبل في السكة اول ما يفتح يلاقي نسخة تانية منه، فيحاول يشرح له لكنه بيمسكه ويخنقه لانه ما كانش مصدق وفاكر نفسه في كابوس وبيحلم. بعد ما بيهدوا ويفهموا الوضع يقرروا ينزلوا جري يعملوا نفس الحركة عند النافورة، لكن اول ما يوصلوا يتفاجئوا بانهم شالوا النافوره من مكانها. ولما بيسالوا الموظفين اللي هناك بيبلغوهم ان اداره الحي شالتها، ويروحوا يسالوا في المجمع المسؤول عن اداره الحي. بيجروا بسرعه فعلا يسالوا الموظفه اللي هناك عن مكان النافوره، لكنها بتقول لهم ما تعرفش عنها حاجه وانهم ييجوا يسالوا بعد يومين. فبيتفقوا كل واحد يروح شغل التاني لغايه ما يلاقوا حل في المصيبه دي ويلاقوا النافوره. وديفيد يقول له ما تقلقش، هعرف اخد ادوارك في التمثيل وكل حاجه هتبقى تمام. واللي بيكون قلقان جدا على شغله والاجتماع المعمول واللي كلفه مجهود شهر بحاله شغل، بيروح بالفعل ميتش شغل ديفيد، واللي بيتريقوا زمايله على لبسه الروش اللي جاي بيه المكان، لكنه بيفوت لهم كلامهم على عكس ديفيد اللي خلاهم يستغربوا من ردة فعله. وقبل ما يدخل المكتب بيعدي على البوفيه، الله شيبسي وحاجه ساقعه واكل، ايه ده، ايه المكان الجميل ده، ايه الشغل الحلو ده. ساعتها تدخل سكرتيرته اللي بيعاكسها وهي في ذهول منه، يدخل بعدها الاجتماع من غير ما يخبط وهو متاخر، فمديره ينده عليه ويقعده مكانه، واللي بيسالوه اسئله عن الصفقة فيرد بكل حاجة تمام وزي الفل والف الف مبروك، وعندكم الملفات ايه فيها كل حاجة، يبوظ الدنيا طبعا بين الشركتين ويطلعوا هما متخانقين في بعض. على الناحية التانية كان ديفيد في طريقه للاستوديو اللي بيصوروا فيه الفيلم، المخرج بيعرفه بص انت هتدخل من الباب تمسك الحارس تموته، بعدها تروح تموت مراته، يلا 1 2 3 اكشن. مفيش امل، ارموا الواد ده بره. طبعا مشوه من الفيلم بعد اللي عمله. في الوقت ده بيكون ميتش راح يجيب ساره واللي كانت بتتدرب مع صاحبتها، واللي بتروح واحده من زميلاتها ضربها وموقعاها على الارض، فبيسالها ميتش انت ليه سكتي لما البنت ضربتك، فبترد عليه انه قال لها قبل كده تسامح وما تقاومش الشر وتستخدم اسلوب الحوار. حوار مين ياما، انا عايزك المره الجايه لو البنت دي لمستك تمسكيها تمرمطي بيها بلاط الحمام، تعمليها منشفه كده، ها منشفه. وفي نهايه اليوم بالليل اتقابلوا وحكى كل واحد فيهم اللي خرب وبوظ في حياة التاني. فقام ديفيد جاري على بيته علشان يعرف مراته الحقيقة ويقول لها انه مش ميتش وانه ديفيد جوزها وتبدلت ارواحهم عند النافورة، فتقول لديفيد فكك من الكلام ده وروح يلا غير للعيال تاني، بس اسأليني اي سؤال خاص ما يعرفوش الا جوزك وانا هجاوب لك عليه. طب عيد جوازنا امتى؟ فجاوب غلط والتاني جاوب له الاجابة الصح. طب سؤال واحد بس كمان، ايه لوني المفضل؟ لوني احمر. ازرق يا غبي، في كل حته في البيت اهو، ما شاء الله عليك لحقت تعرف كل حاجه، وده كله خلال قعدتك اليومين دول. لما بيزهق ديفيد بيقول لها على وحمه في حته معينه في جسمها، فتقعد تضرب فيهم هما الاثنين وتلطش فيهم، ازاي تقول حاجه زي دي لصاحبك يا غبي وتسيبهم وتمشي. يجي بالليل بقى وهما نايمين تصحي مراته عشان يشوف العيال اللي عماله تصرخ، والعيال بتفضل تعيط، ومن هنا تبدا المعاناه الحقيقيه مع ميتش. بيتصل طبعا بصاحبه يقول له اعمل ايه في الكارثه دي، يقول له طلع اللبن من الثلاجه وسخنه،
يمسكهم ميتش زي الفراخ ويحط كل واحد فيهم على رخامه. وهو رايح يطلع لبن يبص يلاقي بيتر هيقطع صوابعه في الخلاط، يا دوب يلحقه يلاقي بيري ماسكه الساطور وحلفه تجيب رجلها. العيال يا دوب يلحقها يلاقي وش التاني في الكهرباء. يا دي الليله السوداء. اخر ما زهق مسك الاتنين في الحوض والدام دش لبن جميل. تاني يوم بيروح ديفيد لموظف التخطيط العمراني علشان يعرف منه مكان النافوره، لكنه بيفهمه انها مساله هتاخد منه شويه وقت لغايه ما يرد عليه، مش اقل من اسبوعين. فيروح ديفيد لبيته ويلاقي مراته بتعيط في المطبخ وهي بتشكيله من تصرفات جوزها، لكنه بيهديها ويطمنها انها مجرد فتره وهتعدي، لكنها بتعيط اكتر وتشكيله انه من زمان وهو مش حاسس بيها، وانه كل همه شغله بس علشان يقدر يوفر لهم حياه افضل ليها ولاولادها. فجاه بيدخل عليهم ميتشو وهو عريان، فبياخدوا ديفيد ويفهموا انهم مش في لعبه ولازم كل واحد يمثل دور التاني كويس لغايه ما يلاقوا ام النافوره ويعدوا من المحنه دي. فيبتدي ديفيد يعرفه يلبس ايه ويحافظ على مواعيده ازاي وايه الحاجات اللي يشتريها ليه ولعيلته، ويحاول ميتش يتصرف في كل حاجه زي ديفيد بالظبط. ساعتها ميتش يكون اهتم بالشغل وعرف تفاصيل فيه لانه عايز يثبت لنفسه انه مش فاشل ويقدر ينجح زي صح، وبيقدر فعلا ينجز صفقه مهمه للشركه واللي خلتهم يدوله مكافاه كبيره جدا. وعلى الناحيه التانية طبعا ديفيد عايش حياته مع السكرتيره، بيقابلها بره ويعزمها على العشاء والحياه زبادي في الخلاط على الاخر. واول ما بيرجعوا البيت ويحصل بينهم علاقه بيرفض ويكون عايز يمشي لانه اصلا متجوز ودي مش شايف انها حياته، فيخرج فعلا بعربيته ويسيبها ويمشي. في الوقت ده بيكون ميتش بيحتفل بحفله عاملاها الشركه ليه هو ومراته، وبيبدا يتعرض فيها صور لصاحبه مع عيلته، فبيبدا يفوق من الوهم اللي هو فيه وانه صاحبه هو المفروض بيحتفل بنجاحه ده مش هو. فبيتصل ديفيد بميتش بعد الحفله بيعرفه عنوان النافوره، ويخرجوا جري هما الاثنين لغايه ما يلاقوها وسط مول كبير الناس متجمعه حواليه، فبيدخلوا قدامها علشان يعملوا حمام وهما بيتمنوا يرجعوا تاني زي ما كانوا، لكن ما بيحصلش. وبيتمنوا تاني قبل الحراس ما يمسكوهم، لكن فجاه بتنطفي الانوار عن كل المكان ويهربوا. تاني يوم يصحى كل واحد يلاقي نفسه في جسمه الحقيقي، فيجري ديفيد على مراته يعتذر لها عن كل انشغاله بيها السنين اللي فاتت وانه مش هيبقى كل وقته للشغل وبس، ويروح لاولاده يحضنهم اللي وحشوه جدا. ميتش كمان يصحى يلاقي نفسه على سريره بعد ما اتعلم حاجات كتير جدا من التجربه اللي مر بيها، فبتخبط عليه ساعتها سكرتيره ديفيد تعتذر له على انها ممكن تكون ضايقته امبارح، فبيقول لها بالعكس انا اللي بعتذر لك يا قمر اني كنت غريب معاك امبارح، ايه رايك نشرب القهوه سوا؟ وبتعدي ايام ويحتفل ديفيد بعيد جوازه وهو ومعاه مراته، ويكون ميتش حاضر هو والسكرتيره اللي بقوا خلاص مرتبطين دلوقتي، وبكده كل واحد فيهم يكون اتعلم الدرس كويس وانه يستمتع بحياته ويكون سعيد بيها من غير ما يبص لحياه اي شخص تاني. تنساش تسيب لي رايك في كومنت ولايك للفيديو واشتراك في القناة، واتفرج على الفيديو ده هيعجبك.